الشروق نقلت تصريحات دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اللي أعلنت فيها عن استقبال مصر لأول رحلة للحج على خطى العائلة المقدسة من يوم 17 ل 21 يونيو الجاري بتضم فيها نحو 70 شخص. وقالت كمان أنه سيتم الإعلان عن هذه الرحلة في مؤتمر صحفي بمقر راديو الفاتيكان بروما يوم الأربعاء القادم.